When you look me in the eyes and tell me that you love me. سبسكرايب. هلا والله، كيف حالكم؟ ان شاء الله طيبين. انا اسرار، واذا ما انتم مشتركين في القناة دحين اعملوا سبسكرايب عشان نوصل للمليون. يلا الزر الاحمر. اوكي، طبعا هذه تكملة لسلسلة او فيديو عملته، فيديو واحد عملتها قبل اللي هي اكلات كورية غريبة. طبعا اذا ما شفتوا الجزء الاول وصل فيه 19,000 لايك، thank you so much، هتلاقوه هنا او في البطاقة دي اللي هنا. وبس قررت ان اكمل معكم السلسلة لانه عجبتكم، وبقي لي بس لعبتين كورية او اكل كوري. بقي لي هذا كيمباب والسوب هذا حسابي هذا كيمباب. هذه الأكلة شفتها كتير عندهم، هي زي السوشي بس ما يسموها سوشي، ما أدري ليه. بس أتوقع أنها بالخضار عشان كده في أشياء ملونة. يلا، أول شي جابوا لنا مانيول، فالله يخلي مترجم جوجل مترجم أمه. التطبيق اللي استخدم اللي هو جوجل ترانسليت. بعدين حختار اللغة الكورية والإنجليزية. بعدين في زر هنا زي الكام، أضغطوه. استنوا دقيقة دوب استوعب انه على المانوال في برجر وهذا كمباب، يعني ايش الوضع؟ حتى هنا جوة المانوال في اشياء غريبة، يعني في برجر، في رز بالكاري. يلا انا قدها وفاضية وان شاء الله اسويها. الخطوة الاولى ناخذ من الكلي او المعجون ونخليه على الشكل كده زي الدوائر طويلة. انا شفت كلي اصفر، بس المشكله في الوان تانية مثلا اخضر واحمر، هذه ما هي فيه، فعادي يعني في ابيض وحنلونه. يلا، هذا الشيء يجف كانه شفاف، وهذا تقريبا نفس هذا انه هذا بس اصفر. ييه، كنا فلينا. اوه صح، الصحن حقه. هنحاول قد ما نقدر نصغر الاكله لانها ميني. شكله من جد ناشف. اوكي حاول ما بطحلطم صراحة، يعني انا قدها. ها 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 يا معجون، لازم يكون مين قد كذا. او كويس، ياي او ماي جاد، هو مو مرة مثالي بس يجي منه نوعا ما. كمان حسوي واحدة تانية. تصدقوا لما اكل لحالي زي كده اصور فيديو بس بدون صوت، لازم افتح شيء، ما اقدر كده اقول، احس اطفش. وهذا الشيء مره اوكي تقريبا نفس الشيء. نسوي اسود. اوكي هذا اسهل مره التعامل معه. امزح، مو سهل. المره الجايه فكروني اجيب شيء مشمع ولا حاجه. شوفوا إذا بتعذبوا نفسكم جيبوا لعبة زي هذه، أو تتعلموا الصبر. يعني سوينا أوكي أبيض. أوه هذا مرة ناعم، الحمد لله. جبت ملون طعام أحمر زي ده، فبحط شوية فيلو وأخلط، إن شاء الله بس يزبط. يعني أخذ من هذه التولز. واو ملعقة. سو وينو ايوه، والله ما حيروح اللون. ها صار بومبا. حط كمان احمر. او جاد، شكرا عدمت يدي. اوكي ابغى اسوي برتقالي واجيب اصفر بس ما حنجرب. كأنه نفس اللون. دون اوكي، بعدين اقول لكم لازم ينشف، بس ما نعرف قد ايه يبغاله عشان ينشف، فحتركه هنا شويه. طبعا هو ما نشف مرة بس يتسوى بي. الخطوة الثانية، هذا الشيء يتوقع من البحر، الشيء الأسود
زي الطحالب. فحنسوي ده أسود حاجة خفيفة، وبعدين فوقه شيء أبيض، بس الأبيض لازم يكون كتير، معلش مرة يابس، بحط عليه شوية موية يمكن يزبط. أوه خرج اللون، نو ما حينفع. توقع لازم بالي الفرادة بس ما عندي، فحجيب هذا حقه. مرة يبالي طبقة خفيفة. الحركة طلعت انه لازم تسوي زي كده، صار خفيف. ياي اوكي، هنجيب السوفت كلاي ابيض اللي كان مرة حلو. او جاد صراحة ما ادري ايش الشيء الابيض. رز كده هنحطه. او سوري، الخطوة هذه يقول لكم العواد لازم تتغرى. هذا الغرة استخدمته في الفيديو اللي قبل، طبعا شفاف فأحسن. وين الأدوات؟ أسود، أصفر، الخطوة اللي بعدها نلفه. الله بسم الله، ايش الابيض هذا من فين يجي؟ طيب كده الان حنخليه ينشف، لانه في الخطوة الاخيرة كاتبين انه حنقطع بسكين فلازم ينشف. ياي بس خلصنا. او ماي جاد، احس اني فخورة اني انجزت هالشي مع اني ما شفت شكله النهائي. باي. باك. طبعا ده الشيء نشف مو 100% بس يعني تحسوا كده صار فلينا. اهم شيء هذا اللي هنا كنا ديدان، وجبتك هنا. بسم الله. او ماي جاد والله زبط نوعا ما، ما ادري ايش صار في البرتقال والاحمر، شكلهم اندمجوا. اوكي خلني اكمل. واو 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 واو، والله نتيجة الصبر ونتيجة الدعك اللي سويته طلع شيء مرة جميل، شيء يجي منه يعني شيء شبيه أكيد. ياي هذا حصيلتنا من الكيم باب، بالعافية تفضلوا. او ماي جاد دب افتكر اني ما وردتكم ولا شيء في بداية المقطع. هذا هو كان الكيم باب. طبعا عملت بحث في جوجل، كتبت ايش الفرق بين الكيمباب والسوشي. طلع الكيمباب هو نفسه كده زي الرولز يعني كده مدور نفس السوشي، بس اللهم الكيمباب ما يحتوي ابدا على السمك، لكن هذا تقدر تحطه سجق، بيض، اي شيء يعني اي شيء وتلفوه في الطحالب وبس. والله هذا هو كان الفيديو، ولا تنسوا تعملوا اشتراك، ما ادري ليه سويت كده، ولا تنسوا تعملوا اشتراك اذا ما عملتوا ولايك عشان نسوي كمان اجزاء ثانيه. يلا سيو.